أخبار اليوم. The engagement there has not always been perhaps as great as it might have been. And من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عدد من المجالات. وفي إطار إعداد لبرنامج الدعم أكادير 4، أرسلت الوحدة الفنية للاتحاد الأوروبي في شهر فبراير 2016 طلبا رسميا في هذا الشأن، معززا بوثيقة تتضمن الحصيلة والآفاق ودواعي طلب التمويل في هذا الإطار. معالي السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، حضرات السيدات والسادة المحترمة، من المؤكد أن اتفاقية أكادير تهدف إلى الاندماج الاقتصادي والصناعي، والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من التبادل التجاري. لذا وجب إعطاء المزيد من الاهتمام لتنسيق السياسات الاقتصادية وتقريب التشريعات والإجراءات للاستثمار والعمل على حل إشكالية النقل المباشر. ويمكن تجسيم الخطوط العريضة لهذا العمل المستقبلي فيما يلي: مواكبة ومساندة الوحدة الفنية والدول الأعضاء لمجلس رجال الأعمال المنشأ حديثا، وتكثيف برامج التوعية بالاتفاقية وتحيين المقاربة الترويجية الموجهة للقطاع الخاص، والعمل على المزيد من الإشعاع لاتفاقية أكادير من خلال تنفيذ برامج التعاون القائمة مع المنظمات الدولية والإقليمية وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل منظمات أخرى، ومواصلة تفعيل توصيات الدراسات المنجزة في القطاعات الاستراتيجية ورصد قطاعات أخرى لإنجاز دراسات بشأنها، ومواصلة تنمية القدرات البشرية للدول الأعضاء. ومواصلة فيما يخص الموارد المالية، ومواصلة للطلب المقدم للاتحاد الأوروبي، تعتزم الوحدة الفنية مواصلة هذه المجهودات بدءا باتصالات مع كافة إدارات المفوضية الأوروبية ذات الشأن ببرامج المساعدة من أجل حثها على تخصيص الموارد اللازمة لدعم برنامج أكادير 4. ويعول كثيرا على دور الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير لمواكبة والدفع بهذا المجهود إلى الأمام، مع التأكيد على أن مطلب دعم اتفاقية أكادير 4 هو دعم بالمقام الأول لأحد ركائز مسلسل برشلونة ولأحد مراحل البناء الأورو متوسط. وإذ أعتذر عن الإطالة، أجدد الشكر لمعاليكم على تشجيعكم وتنويهكم بعمل الوحدة الفنية، متمنيا التوفيق لأشغالنا لما فيه خير الدول الأعضاء في إطار الاندماج جنوب جنوب وكذا بالفضاء الأورو المتوسطي. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عليها برضو في هذا الحدود، ممكن يزيد شويه نتيجه انضمام دول مختلفه، لكن احنا حاليا بنتكلم على هذا المبلغ. هل ممكن نشوف ان القضيه دي بتساهم في جذب استثمارات اردنيه تونسيه مغربيه في مشروعات زي قناه السويس والعاصمه الاداريه؟ طبعا ده ممكن، يعني ده سؤال موجه لمصر اعتقد، صح؟ طب خلاص يبقى انا يعني احنا نطمح من خلال هذه الاتفاقيه انه يكون في اطار لتحفيز القطاع الخاص في الدول الاربع الاعضاء في الاتفاقيه للاستثمار المشترك، واللي بننظر له بشكل رئيسي هو مجالات كثير للتكامل الصناعي، هو هدف رئيسي من اهداف الاتفاقيه. لا يمكن خلال الفترات السابقه لم نشهد الكثير من الانجاز في مجال الاستثمار، لكن هو فرص متاحه امام القطاع الخاص، وتشكيل مجلس الاعمال اللي تشكل بداية هذا العام أردني تونسي مغربي مصري في إطار اتفاقية أكادير، نأمل إنه يساهم في المزيد من التواصل فيما بين القطاع الخاص والدول الأربعة لبحث مثل هذه. مشكورين إن أنتم تتحملوا التوقيع في 10 دقائق. Thank you.
لو خلص شكرا لحضراتكم.